زينب خانم، هاي الهدية نسيتي تفتحيها. هل يهدينا الماضي آلام الذكريات؟ هاد كله صار ماضي، لازم تقبل الواقع. هل تطاردنا أشباح الخطيئة وتصبح المغفرة مجرد حلم؟ مستحيل، ما رح أتركك. هل تعصف بمصيرنا غيمة سوداء؟ هيجي يوم وتجي لعندي، ووقتها لازم تكوني إلي أنا بس أنا. أم هي فقط ظلال الماضي؟ من السبت إلى الأربعاء 6 مساء كياسي على واس أنيا على شباب HD.